وسبحانه من جلت حكمته في كل شيء وظهرت واستبانت ونادت على نفسها بنفسها تدريج خلق الخلق، ومن بين الخلق الإنسان بالذات والكلام عن الإنسان الآن تدريج خلقه أتى عليه حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك برزت مقوماته الأولية نطفة الأب ونطفة الأم يعني بويضة الأم نطفة مذرة صغيرة حقيرة الشأن في حد ذاتها لا شيء مئات ملايين منها نطاف الرجال تذهب هباء هكذا ليس لها قيمة في حد ذاتها آه. القرآن دائما يذكرها لكي نعلم قلتها وضالتها وحقرتها في ذاتها ثم جرت عليه الأطوار المذكور في القرآن الكريم والموصوفة في بعض الأثار بالتارات السبعة ذكرناها في خطبة قريبة بالتارات السبع. ثم خرج قطعة لحم ضعيفة تمو كالقطة ضعيفة أضعف طفل من أطفال الثدييات هو الطفل الإنساني وهو أطول الثدييات طفولة أو طفولية يحتاج تقريبا إلى خمسة عشرة سنة وهو في قيد الطفولية لا يستقل بنفسه وترون ثدييات أخرى كثيرة مثل الحصان والابقار والثيران بعد ان تلد ربع ساعه عشر دقائق تقوم ابدا الحسوة امها تقوم وتبدا تعدو وتبدا تستقل بنفسها بسرعه شديده الا هذا المسكين ضعيف ضعيف لا يعرف شيئا من العالم الا ثدي امه العالم كله مختزل في ثدي امه التي لا يرى وجهها بشكل جيد يحتاج ربما الى أربعين يوما حتى يبدا يستبين الوجوه قضية التمييز والتفرقة موضوع آخر لسه ضعيف 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 لا يستقل عن أمه إطلاقا ثم أيضا في أطوار الطفولية يبدأ الاستقلال شيئا فشيئا شيئا تدريج في الخلق وتدريج في الاستقلال لئلا تقع في وهم أنك مستغن ومكتف وغني بذاتك لست كذلك لم تكن لحظة أو لحظة ولن تكون إلى أن تموت لست كذلك لكن سبحان الله إنسان عجيب بقدر ما أوتي من الذكاء ونور العقل ونور الفطرة لكنه بطمسه لها لهذه الأنوار نور العقل ونور الفطرة بطمسه لها بالأهواء والأميال النفسانية والثقافات المغلوطة المسممة الإبليسية أبالسة الإنس والجن يغدو من أغبى وأحمق المخلوقات يدعي دعاوى لا يملك عليها أدنى دليل ويعيش وفق فلسفة لا يمكن أن تنهض على ساق واحدة فضلاً عن أن تنهض على ساقين كأنه خلق نفسه أوجد نفسه ويقوم نفسه كما قال ذلك الملحد في كتابه مان ستانز ألون يقوم وحده قال الإنسان يقوم وحده لا, لا تقوم وحدك من قال لك؟ متى قمت وحدك؟ أنت الآن أصلاً لا تقوم وحدك وسنثبت هذا حياتك تنقلاتك تدرجاتك هيئتك الاجتماعية التي تعيش فيها تؤكد أنك لا تقوم وحدك ولا تستطيع حتى وان كنت ملكا على البلاد او رئيسا مسلطا منتخبا او غير منتخب لا تقوم وحدك وستموت وانت لم تقم لحيضه واحده وحدك يا مسكين من اين لك هذه الاوهام والتغريرات والجهالات المتراكبه المتراكمه غر نفسه وغره هواه وجهله المسكين هكذا فتنتم انفسكم القران يقول الانسان يفتن نفسه احيانا بان يبتلع فلسفات وافكارا باطله هبائيه عدميه ويصدقها ويحب ان يصدقها لكي يشبع نزعه نزعه ابليسيه في نفسه انه شيء كبير اكبر بكثير مما ينبغي ان يتواضع لحقيقته يبدا يستقل عن ثدي امه حين يصبح مهيئا لتناول الطعام شيء من الخبز شيء من الاشياء السميكه فيبدا يستقل الى ان يستقل عنها بالفصال ينفصل لكنه لا يستقل عن الطعام الذي تاتيه به وتعده له وتهيئه له فان استقل عن ذلك لم يستقل عمن ياتيه بهذا الطعام بثمن هذا الطعام عن ابيه حتى اذا اصبح شابا قادرا على العمل والتكسب والاكتساب بيديه بكد يمينه وعرق جبينه شعر انه استقل عن ابيه أنه استقلال زائف أيضا مبني على ماذا؟ على الاعتماد الأول والاستقلال الذي قبله على الاعتماد السابق كلها لم تكن بداية استقلالية هي بداية اعتمادية منذ الأول دائما يخطر لي ماذا لو أن الله تبارك وتعالى لم يضع لم يضع في قلوب الوالدين الأمهات والآباء هذه الرحمة وهذا التحنان الغامر على صغارهم في عالم الحيوان عموماً والإنسان من ضمنه لأنقرضت الأنواع سريعاً انتهى لأنقرضت إيه؟ الأنواع سريعاً وخاصة النوع الإنساني كما قلنا لأن الطفل الإنساني أعظم أطفال الثدييات اعتماداً على والديه إطلاقاً أول نوع أنقرض هذا النوع على أنه بحسب الأدلة العلمية نوع قريب العهد بعمارة الأرض يعني عمره بضع مئات ألوف من السنين مئتين ألف ثلاثمائة ألف في هذه الحدود فقط يعني آه. النوع اللي هم السابينس. آه. اما السابين سابينس اللي احنا آه. ربما مئة ألف سنه فقط فقط قريب العهد وهم يحدثون الان بانه ايضا وشيك الانقراض لحماقاته في علماء كبار في الانثروبولوجيا وفي التطور وفي اشياء كثيره يقول قريب هذا النوع سينقرض قريبا لماذا؟ يبدو لأن تمكنه من استعمار الأرض والسيطرة عليها لم يترافق مع قدر مطلوب لهذه العمارة من الحكمة وربما هذه ضرورة الشريعة تنزل الشريعة الإلهية لأن الله عارف تبارك وتعالى هل يعلم من خلق أنه هذا لا يستطيع أن يستقيل وحده المسكين سيخرب حياته ويخرب الكوكب وخربه على فكرة كوكب الآن في طريق التخريب عارفين تقرؤون عن البيئة ومشاكل البيئة لأنه هذا الحكيم الغبي هذا الحكيم المتربب الزائف الإنسان أنقص ذكاء وحكمة من أن يستمر طويلا قالوا ربما يكون من أقل الأنواع عمرا على الإطلاق والكوكب عمرته ملايير الأنواع في بعض التقديرات ملايير وهذا حيكون ربما أقصر الأنواع عمرا هل هذا المستكبر على ربه غير المدرك لحقيقته لذاتياته صاحب الأوهام الذي يعيش في نسج اوهام نسجها له غروره وجهله نعم فيستقل الان يشعر انه استقل عن ابي لكنه غير مستقل عن ماذا عن من علمه المهنه ان استقل عمن علمه واعطاه ايه شهاده الاختصاص لم يستقل عمن يوظفه ويعطيه راتبه ورزقه ان استقل وانشا عملا لم يستقل عن الدوائر الحكوميه التي تعطيه الاذونات بهذا وهكذا هكذا كل واحد ايه يعتمد على ايه على اخرين كما قلت لكم حتى الملك والرئيس منتخبا كان او غير منتخب غير مستقل على الاقل ايه مش عن البطانه وعن الحراس وعن الجيش الذي يحميه مش مستقل حتى عن شعبه الذي اذا عنا له ان يثور عليه دمر كل شيء مثل البحر الهائج الطمطام لم يقف امامه لا حراس ولا جيش ولا استخبارات دمر كل شيء وبنشوف كيف الثوره تدمر وتحرق وتاكل الاخضر واليابس يبقى دائما في حاله خوف المسكين حتى لو فرض أن هناك من يشعر بأنه مستقل عن كل أحد هل هو مستقل عن رحمة ربه لا إله إلا هو هل هو مستقل عن من يعطيه أنفاس حياته نفسا فنفسا ومعروف بالعقل وبالحساب البسيط كل إنسان يموت يكون له آخر نفس يتنفس وفي نفس واحد خرج ولم يعد كما يقال زفر ولم يشحق آخر نفس يا أيها المعدود أنفاسه لابد يوما أن يتم العدد عدد وانفاس محصيه انفاس محصيه يحكى عن العارف الخطير المعاصر عبد الواحد يحيى المهتدي الفرنسي الفيلسوف والمفكر البحاث العالمي لنه جينو انه قال لاولاده وكان يلفظ اخر نفس قال يا ابنائي خلاص خلص النفس ومات قدس الله سره بعد ايه؟ ان استعلم بكلمه الشهاده خلص النفس اخر نفس اخر نفس انت غير مستغني ولا تدري هل هذا النفس الذي تنفسه اخر نفس او قبل الاخير بواحد باثنين بعشره بمل... لا احد يعلم لا احد يعلم آه. وغريب شان الامراض يا اخواني قديش تقدم الطب في هذا العصر لم يتقدم في عصر من الاعصار سبق مثلما هو متقدم في هذا العصر ولكن تبقى هناك طائفه طويله قائمه طويله جدا من الامراض تتحدى الطب والعلم والتقدم بشكل مزعج يزعج العلماء والاطباء ويخيف الجنس البشري يرعبنا يرعبنا موجوده دائما 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 في امراض حتى لا سبيل الى فهمها فهما دقيقا كيف تنشا؟ ايش القضيه؟ ما قضيه هذه الامراض؟ شيء غير مفهوم يا اخواني على كل حال ولذلك انتم الفقراء الى الله الله يخاطب الناس جميعا والله هو الغني الحميد